رواية عبرات وعبر الاجتماعية الدرامية الواقعية للروائي المغترب مولود بنزادي، فصل بعنوان الشهيد، قراءة الروائي مولود بنزادي، يوليو 2016. في أحد أيام شهر فبراير 1958 كان إبراهيم يسير بعربته كعادته في أحد الأحياء الشعبية الفقيرة بالعاصمة، عندما سمع فجأة ما كان يشبه تبادلا لإطلاق النار من مكان غير بعيد، وما لبث أن شاهد زمرة من المستنفرين تركض مبتعدة. كان يدرك تماما أنه لا بد أن يتصرف توا، فيركض وينأى عن ذلك المكان تماما كما فعل هؤلاء المواطنون حوله. فالجيش الفرنسي لم يفرق بين أحد، فكل من وقع في طريقه عدو وجزاؤه القتل أو الخطف والتعذيب والهناك البطيء. لكن أن له أن يركض وهو معاق ومعه عربة؟ وسرعان ما حمله توالي إطلاق النار على دفع عربته أمامه بعجلة، ملتمسا أقرب ملجأ دون تفكير، فاستقر خلف سور أحد البيوت القديمة القريبة. وبينما هو مختبئ مرتاع مضطرب الخاطر، سمع خطى غير متساوية تدنو من مكانه. مسك أنفاسه هنيهة والوجل يهس نفسه، وسرعان ما شاهد رجلا غريبا يدنو منه وهو يبدو متأثرا بجروح بالغة في صدره. كان يبدو متألما واهنا منهار القوى. كان يسير بخطى متثاقلة وهو يحاول أن يسند نفسه على الجدار هنا وهناك، ويلهث والدم يلطخ ثيابه ويده. صاح إبراهيم بصوت متلعثم مضطرب متقطع، وعلامات الصدمة بادية عليه. يا إلهي، ماذا جرى لك؟ أنت مصاب، لا بد من إسعاف. حرك الغريب يده اليمنى المضرجة بالدم وقال بصوت متقطع وعلامات الألم والإنهاك والهلاك بادي عليه. لا، لقد فات الأوان. أنا ميت. ارتمى الرجل على الأرض بالقرب من إبراهيم وتابع وهو يلهث والدم يسيل من فمه. سأموت. نعم سأموت، لكن ستحيا الجزائر. نعم ستحيا الجزائر. لفظ المجاهد آخر أنفاسه ثم همد. خمدت روحه البريئة في حوض من الدماء وعيناه مفتوحتان. فمد إبراهيم يديه المرتعشتين نحوه فبسطه على الأرض
ثم أغمض له عينيه. قام إبراهيم ورفع يديه المتجفتين ونظر إليهما، والصدمة تغمره، فرآهما ملطختين بدم الشهيد. جأشت نفسه فزعا وتلألأت الدموع في عينيه، وشعر في أعماق نفسه الجريح المتأثرة أن هذا الدم الطاهر البريء لن يذهب بطلا. جأشت نفسه فزعا وتلألأت الدموع في عينيه وشعر في أعماق نفسه الجريح المتأثرة أن هذا الدم الطاهر البريء لن يذهب بطلا، فهو سيمتزج لا محالة وكل الدماء التي كانت تهرورق هنا وهناك في معركة الجزائر الباسلة، وهنا وهناك في ربوع الجزائر البطلة، فيندفع الدم الممتزج سيلا جارفا أو إعصارا قاتلا، فيعصف بجيش فرنسا ويهز كيانها ويزيحها عن أرض الجزائر ويغسلها ويطهرها مما اقترفته أيادي القوة المستعمرة الغاشمة من جرائم وذنوب وفساد وبطش وظلم في حق الشعب الجزائري الأبي. فصل بعنوان الشهيد من رواية عبرات وعبر للكاتب مولود بنزادي.